سجل دكتور. سجل. دكتور سؤالي كان طب انا سمح لك تليفون بكره اجي عقر التليفون على طول. اتفضل، هو بس نسي وبيتكلم بس. ماشي. نعم دكتور، الفكره تبعتي انه مثلا بما انه في كي فاليو، ليش ما مثلا اذا كنت يعني شابك عامل كونكت على الداتابيز اخلي مثلا الكي هي الكولوم والفاليو هي الداتا، بتزبط يعني هاي الفكره؟ اه طبعا. او هي دي القضيه. تمام. مش بس كده كمان، احنا يعني لو انت شابك كمان مع داتابيز من النوع اللي هو بنسميه احنا، هو نوع من انواع النو سيكوال داتابيز. تمام. النو سيكوال داتابيز في انواع كتير في النو سيكوال داتابيز، بالذات النوع اللي اسمه الدوكيمنت داتابيز. الدوكيمنت داتابيز هتلاقيه تقريبا متطابق مع الكلام ده، متطابق تماما مع الكلام ده، يعني حتى ده كده ممكن ينزل جوه الداتابيز كما هو، شايف ده كده؟ من غير بقى ان الاي دي يبقى الكولوم والثاني في الكولوم تحت والمش، لا مش كده. ده بينزل ده ذات نفسه كده، الدوكيمنت ده ذات نفسه فبتبقى متطابقه جدا مع الداتابيز اللي هو النو سيكوال دوكيمنت داتابيز، زي طبعا اشهرهم المونجو دي بي مثلا. وكذلك انا بحب اقول برضه ماي سيكوال. ماي سيكوال كذلك، ماي سيكوال اتحدثت وبقى فيها نفس الفكر ده. بقى فيها نفس الفكر. المهم فكرتك تمام. احنا شفنا ازاي نهاد كيو فاليو، دي طلعت الموضوع، الموضوع بتاع ان احنا نضيف كيو فاليو ده موضوع سهل. تمام؟ احنا دلوقتي ممكن نعمل لوب وناخد من اليوزر اللي هو عايز يحطه، يعني البيانات اللي هو عايزها نقدر، ونقدر كذلك نعمل مثلا ديكشنري مثلا لل اسمه ايه؟ للانجليز، واقدر اعمل لوب واخد منه الموظف واللي بعده واللي بعده بيانات بقى، وتبقى بيانات كتيره وكلام زي كده، نقدر نعمل بقى شغل كبير يعني. لكن خلينا نتعرف على باقي كل التفاصيل، نخلي الاكزامبل زي ممكن تكون فيها شغل كبير نخليها مع بعضها في الاخر. طيب لو انا عايز اديليت يعني ريموف في فاليو طبعا، لان لو مسحت الفاليو هفضيها لكن هتفضل زي ما هي، صح؟ فانا عايز امسحها اطيرها يعني من الموضوع كله على بعض. فاحنا كان عندنا بوب معروفه، تمام؟ عندنا بوب دي كانت معروفه. بس هنا عندنا اثنين من البوب، في بوب وفي بوب ايتم، تمام؟ نعرفهم يعني. مثلا قلت برودكت دوت، كان عندنا هتطلع لنا دلوقتي كذا حاجه. كلير احنا عارفينها، فاضي خالص، دي مش عايزينها دلوقتي. في بوب اهي شايفينها، وفي بوب ايه؟ بوب وبوب ايتم، دول الاثنين احنا بنتكلم عليهم اللي هم مختصين بعمليه الحذف. في فرق ما بينهم. البوب بنحدد لها زي ما انتم شايفين كده، قال لي اديني كي. تمام؟ وبيقول لي ان هو هيرموف ال سبيسيفايد كي، الكي اللي انت هتحدده، ويريتيرن ليك الكورسبوندنج فاليو. يعني مثلا بقول له احذف الكي اللي اسمه نيم، هيرجع لك كلمه برودكت اكس ويحذفها تماما. تمام؟ طيب اف ان كي نوت فاوند، يعني كده مش موجود، تمام؟ هيقول لك ايه؟ هيريتيرن اف جيفن مش عارف ايه اذروايز كي ايرور، يعني هيرجع لك الكي ايرور از ريزد، يعني هيضرب ويطلع الكي ايرور لو الكي مش موجود اللي انت بتحذفه. تمام؟ طيب فانا هقول له على سبيل المثال انا عايز احذف الكلر بعد ما ضفناها، قلت له عايز احذف الايه؟ الكلر. قلت له مثلا ايه؟ قلت الكلر بتساوي، طبعا المفروض يحط لي قيمه الاولد كلر ده. لو جيت بعدها قمت قايل له برنت البرودكت، صح؟ واستف 5، هتلاحظوا ان الكلر ايه؟ اتحذف، صح؟ الكلر اتحذف. ولو حبينا نطبع برنت قلنا الاولد كلر ايكوال ايه؟ هنطبع الاولد ايه؟ كلر لمجرد بس لو احنا عايزين نستخدم حاجه. قال لنا الاولد كلر كان ايه؟ كان ريد. طبعا لو احنا ما حطيناهاش جوه فاريبل خلاص
راح الكي وراح الايتم والموضوع ايه؟ والموضوع انتهى. مفهوم؟ كان سهلة، فكرة بسيطة زي الأفكار اللي احنا عدينا عليها العادية، صح؟ نعم صحيح. طيب في بقى اللي هو بوب ايتم. بوب ايتم انا يعني هي موجودة، انا ما بحبهاش قوي لان كانت في فيرجنات كده كانت بتخرف فيها، وبعد كده بدأت تظبط في الفيرجنات الأخيرة، فعشان كده فيها يعني ايه تحسس شوية. الناس اللي شغالة من فترة عارفة الكلام ده. بوب ايتم تمام. هنا بوب ايتم ما بدلوش بقى حاجه كيو فاليو، اقول بوب ايتم وخلصنا. فالمفترض ان هو بيشيل ايه؟ بيرموف اخر كيو فاليو، بيرموف اخر كي وفاليو. تمام. يعني لو طبعنا كده البرودكت يصير في 5 بقى الاي دي والنيم بس، لان اخر وضع كان ده ID ونيم وبرايس، صح؟ ده كان اخر ايه؟ كان اخر وضع. بالتالي لما حذفنا البرايس بقى ID وايه؟ بقى ID ونيم بس. ID ونيم بس. في اي مشكلة؟ كانت البوب ايتم كانت في فترة كانت ممكن تحذف حاجات كده مش متفهمش ايه حذفتها ليه. تمام؟ طيب. عارف يا دكتور لو سمحت. هو انا بس مش فاهمه الفرق بين بوب ايتم وبوب بس. يعني احنا اخترنا الايتم، الايتم بتضيف 2، يبقى المفروض لما تحذف تحذف في 2 صح؟ يعني احذف 2 ازاي؟ مش الايتم دي كانت بتعمل اضافه للديكشنري بنضيف 2 يعني حاجتين اللي هو ده؟ اه مثلا يعني ده بيضيف. اه المشكله طب الايتم بقى بتعمل ايه؟ الايتم دي خدناها السيشن اللي فاتت بالفور. قصدك بالفور لما عملنا الايتم برودكت دوت ايتم، فكان نضيف الكي وال مختلفه. طيب يعني البوب ايتم عكسها عشان افهم بس ايه بقى اللي في المثال اللي كانت جت مش دي؟ اه ايه دي ولا ارجع لك مثال كمان؟ لا فين ايتم؟ انا مش دوت ايتم دكتور. ايه؟ برودكت دوت ايتم. لما عملنا الفور. هي تحت اخر شيء. ايوه تحت. دي؟ ايوه. ولا دي بتضيف مش بتضيف ولا واحدة كي وفاليو مع بعض؟ لا. دي بترجع لي الكي والفاليو. هنا ما بتعملش حاجة برودكت وجيت الايتمز مش بتحذف، هي بترجع لي كل الايتمز. الايتمز موجوده اه دي بتضيف خدنا اضافه بيجيبهم لي وانا بطبعهم بس. ما كنتش بقدر اضيف وانا كنت بعدل، انا كنت بس باخد الكي والفاليو بس. لكن بعد كده عشان نعرف نعدل قلنا تعديل مش عارف اخذنا بقى اكزامبل على العموم. التعديل هو زي شكل الاضافه، بس الفرق في الاضافه انا بحط كي مختلفه، كي قديم في التعديل بحط كي قديم موجود اصلا، وفي الايه وفي الاضافه بحط كي جديد بس. لكن هي نفس السينتاكس ونفس كل حاجه. يعني لو انا جيت هنا وخليت هنا مثلا النيم هنا كان اسمه برودكت ايه اكس صح، لو خليته برودكت واي هنا الفرق ان هي نفس السينتاكس نفس الشكل، بس الفرق ان الكالر دي ما كانتش موجوده اصلا من اصل الايه الايتمز اللي موجوده عندي خلاص، لكن النيم موجوده فهيعمل عمليه ايه تعديل تعديل القيمه اللي موجوده. فلو جينا جربنا كده اهي هنا كانت اهي اكس، اما جه ضاف الكالر ضاف معاه برودكت ايه غير بقى برودكت واي. واي نعدل وضاف دي اتضافت صح جديده ودي ايه اتعدلت لان الاسم موجود بس. طيب بعد كده استخدمنا مين؟ استخدمنا البوب.
بوب حددت له الحاجه اللي انا عايز احذفها. فانا قلت له عايز احذف مين الكالر. اه هيحذفها بقى بالكي بتاعتها كمان يا دكتور، الكي والفاليو بتاعتها صح؟ الكي والفاليو. طب البوب طب ما البوب ايتم عملت كده برضو. ما هقول البوب عملت كده. طب ماشي انا جاي معاكم الاول خلاص. فالبوب قلت له امسح الكالر، كانت مسحه مين دور فين الكالر، الكالر هي امشلها صح. البوب ايتم شافت اخر حاجه ايه وحذفتها، معرفش يعني. خليني اتخيل ان انا فهمت المشكله اللي عندك ايه. خليني اقول كده، ان انا لو جيت ضفت الكالر وجيت ضفت مثلا الايه حاجه ثانيه في البرودكت مثلا الكوانتيتي مثلا الكميه، وجيت قلت عندي منه مثلا 50 حته، يبقى انا دلوقتي ضفت كام كي في الموضوع؟ 2. حلو جدا. يعني المفروض دلوقتي ان الديك ده هيطبع لي الاي دي والنيم والبرايس والكالر والكوانتيتي. لما جيت عملت له بوب، عملت له بوب لمين؟ الكالر. للكالر. الكالر ده فين؟ في النص. لان مش اخر واحد. اخر واحد مين عندنا؟ كوانتيتي. اي كوانتيتي. فهو حذف اللي انت حددتي لي اسمه. تمام؟ ايوه. لكن هنا بقى بوب ايتم معناها ايه؟ حذف لي اخر حاجه موجوده عندك. اخر حاجه موجوده عندي اللي هي مين؟ الكوانتيتي. كوانتيتي. لو جيت قلت له احذف اخر حاجه موجوده عندك هيحذف لي البرايس، اخر حاجه موجوده عندك هيقول لي مين؟ اخر حاجه موجوده عندك هيقول لي الاي دي. يمشي من الاخر. لكن دي لا ما تمشيش. ممكن يا دكتور بس ممكن يكون غبي شويه. لا هو ايه الفروق بقى بين الليست والطابل والديكشنري وليه الهيصه دي يعني؟ هو البايثون ما كان اخترعه كان فاضي؟ لا 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 الحاجات دي موجوده في كل اللغات على فكره. ولا هو هيحدد مثلا انا عايز الديكشنري بتاع ده وانا عايز الليست اعمل ايه؟ او يعني ايه الفروق؟ احنا شايف الفروق الاكويس بس الاكويس ماشي انا يعني في لا 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 بعيد عن الفرق. شيك بص احنا في فروق سينتاكس ودي ما بتفرقش معانا قوي يعني شكل الكتابه بالقوس ده ولا بالقوس ده مش فارقه يعني. لو كانوا اختاروا القوس الثاني هم وبيألفوها كان هنقول لهم لا عادي اختاروا قوس من الاقواس واشتغلوا عليها مش مشكله تمام. لكن الفرق اللي فيه معنى ده المهم، الفرق اللي فيه معنى ده بقى الخطير تمام. فانا هنا ده الشكل بتاع الديكشنري ده او الديكشنري ده مش موجود في اي حاجه احنا اخذناها. كل اللي كان موجود عندي كان القيمه بس او الاندكس بس. لا القيمه بس، لكن الاندكس ده حاجه مش مبرش مكان المكان بتاع القيمه. زي 1 2 3 4 حاجه مالهاش معنى صح ولا لا؟ يعني تخيلي مثلا ان انت عايزه تمثلي الاي دي كذا والنيم كذا والبرايس كذا باي طريقه انت خدتيها قبل الديكشنري، تقولي لي تعمليها ازاي؟ هنعمل برنت والاي دي بين قوسين زي اللي هي عادي خالص اللي هي السترينج. نعم هتبدا تعملي كده عشان مش هتعرف تعبري عنها. لا العادي اللي بنعمله اللي هو طول عمرنا اللي احنا دايما بنعمل برنت كذا نقطتين في بعض وبعد كده القيمه بتاعته بس. لا اي حاجه غير اللي يعني غير اللي غير فهمت حد قبل ما تاخدي ده قبل ما تاخدي الديك ده تعملها بالليست. تعملها ازاي بالليست؟ عشان ايه حضرتك مش فاهم؟ عشان اعمل اللي انا معلم عليه ده. انا عايز امثل اللي انا معلم عليه ده اللي هو ده الاي دي كذا النيم كذا البرايس كذا اكسس عليه يعني. يعني لا اعمل ده اعمله بشكل تاني غير الديك. طباعه كده ازنه كده طبعا دي اي حاجه ممكن اقدر اكتب بايدي ثابت، لكن اخزن الاي دي بيساوي كذا والنيم عارف كنت اعمل ايه؟ اخزن كنت اعمل ايه؟ كنت اعمل فاريبل اسمه اي دي واعمل فاريبل اسمه نيم واعمل فاريبل اسمه برايس واحط كل واحد لوحده صح ولا لا؟ صح. طب لو كان يوزر ولو كان اليوزر عايز يضيف حاجه اسمها كوانتيتي استحاله نعمل ابند بقى نقدر نخليه يعرف عر يعني وتغير فاهماني؟ يعني خلاص هو البرنامج فعلا ما بنكتب الكود الموضوع بيبقى أيوة انتهى لكن هيبقى عندنا مشكله كبيره. نعمل بقى اري نحط جواها قيم ومن غير ما نسمي اساميها او نعمل اثنين اري او تو دايمنشنال اري صح؟ وحتى لو عملت تو دايمنشنال اري
هبدا احط كل دول مش اري احط الكي والفاليو هرجع برضو ان انا اوصل للديكشنري ده. تمام دكتور. يعني هي هو الديكشنري انا شايفه ان هو عايز ايتمز كتير يعني هو لا ده هو ده خد بالكم اللي انا بقوله ده البيزك بس خدوا بالكم اهم واحد هو عايز مش عايز حاجه خلاص في الكوليكشنز كلها كوليكشنز كلها الليست والديكشنري اهم حاجتين دول اهم اتنين واكتر اتنين عايز نشوفهم دكتور. حتى الديكشنري هاي ممتازه كثير في التعامل مع الداتا يعني كثير جدا يعني. ايوه انا اقصد كده هي الفكره فيها اصلا كله راح يصير دايناميك اصلا يعني انت مش هتدخل أيوة شيء كله دايناميك طبعا صحيح يعني اللي يتعامل مع الجيسون ها قريبه كثير من الجيسون والتعامل معها يعني قريبه جدا كمان استنى هناخد حاجه اسمها النست ديكشنري هيبان قوي ان هو شبه الجيسون هيبان قوي ان هو شبه الجيسون جدا والجيسون نوع مهم جدا دلوقتي في العصر الموجود لان كل التطبيقات الموبايل وكل تطبيقات الويب والاي بي ايز والكلام ده كله كل شيء دكتور كان كلها شغاله بالاسلوب بتاع الجيسون فكان تكون فاهم السيناريو ده قوي تمام يعني التطبيقات الدكتور بالانفراستراكشر تبعت النتورك مرات بيستخدمها الجيسون كثير طبعا كل الكونفيجريشن والسيتنج والحاجات دي كلها موجوده نعم تمام. طيب المهم احنا عرفنا الفرق ما بين البوب ايتم وبين البوب نعم دكتور بوب هسه صار زي الرموف يعني عادي زي الرموف في الليست تحديد الاندكس نعم اللي انا واحده البوب بس صحيح. البوب هو كان المفروض يقلبه يعني خد البوب بقت شغلانتها الطبيعيه وخلى صحيح تعكس بس انا ما عملوها كان في حاجه ثانيه بناخدها برضو لو تفتكروها كان في حاجه اسمها ديل كنا بناخدها بنعمل ديل ونقول له ايه برودكت بروتكت صح ولا فاكرين ده ولا لا واقول له مثلا استبدل البرايس فاكرين دي ده اسلوب كنا بناخده مع كله الليست كنا بنغير بس الايه بدل اللي اسمه ايه ده الانتيفيس كنا بنحطها اندكس صح اندكس نعم الطريقه دي موجوده يعني شغاله برضه درست كده في 5 هتلاقي برضو هنا الاي دي والنيم بقوا موجودين والبرايس اتشال صح يعني ديل نفعت يبقى بوب وبوب ايتم وديل كل دي طرق تقدر تستخدمها حسب ما انت محتاج طبعا كلير مش هشرحها يعني عندنا كلير هي بتقوم بنفس الوظيفه وعندنا الكابي اللي هي نفس فكره الليست ونفس فكره البتاع دوت قلنا لما يبقى عندنا مثلا يعني لو جينا عملنا كده قلنا برو 1 بيساوي برودكت ها دي كده مش كابي صح برو 2 بتساوي برودكت دوت كابي فاكرين دي ولا لا نعم شرحت الفرق بتاعها دي قلنا دي البرو 1 والبرودكت الاثنين اسمين لنفس المكان في الميموري صحيح وكل اللي احنا شلناه وضفناه جوه البرودكت سمع جوه مين؟ برو 1 اما الكابي لا البرو 2 دي اخذت كابي دلوقتي من البيانات دي مش هتتاثر بقى ولا بالاضافات اللي تمت ولا بالحذف اللي تم ولا اي حاجه خالص البرو 2 بقت كابي من في الميموري منفصله تماما مالهاش دعوه بالايه؟ البرودكت اما دي لا الاثنين بيسمعوا لان هما الاثنين بيشاوروا على نفس المكان بنسميه بس جاست ريفرنس تمام؟ لكن القصه دي ولا لا دي القصه دي في كله موجوده معانا في كله تمام يعني حبينا هنا في الاخر نقول له برنت البرو 1 هل ايه بيساوي بالظبط مين البرودكت بالظبط صح هيساوي بالظبط البرو 2 هل ايه على اصله برودكت صح البرو 2 ده هل ايه على اصله اللي هو لما خد كابي كان بالشكل ده هيفضل على اصله لانه نسخه ثانيه في الميموري مالهاش دعوه. فاهمني ولا دي صعبه؟ واضح دكتور. لو جه كنترول اس وصلت ب5 ادي برو 1 زي اخر حاجه اي دي ونيم بس زي اخر حاجه عندي اي دي ونيم بس صح؟ اما اللي هي بقى برو 2 دي شايله الاصل
ولا غيرت اسمها بقت برودكت واي، ولا غيرت السعر، ولا ضافت اتريبيوتس، ولا شالت اتريبيوتس، ولا اي حاجه خالص. هي على اصلها وقت ما اتعملت الكابل، وقت ما اتعملت الايه الكابل. وصلت دي؟ طبعا والكلير معني يعني هي نفس الفكره. طبعا هيتمسح لك ايه المساحه كله، هتسمع يعني لو عملت هتلاقي طبعا هتسمع معاك لو عملت مثلا برو 1 مش برودكت وتضغط كلير صح، هتمسح من برو 1 وهتمسح من البرودكت، لان هم الاثنين بيشاوروا على نفس الايه بيشاوروا على نفس المكان صح. لو جيت طبعت البرودكت ايه هي هي، لو جيت طبعت البرو ايه البرو 1 والاثنين بقوا فاضيين، ادي البرودكت فاضي وادي الايه برو 1 فاضي، يعني حذفت واحد ايه واحد منهم فقط لا غير، واحد منهم فقط لا غير. تمام كده. طبعا برضو ممكن اعمل ان انا اقول اخر حاجه اقول لكم في الحته دي، ممكن زي ما عملنا دي كده برضو ممكن في طريقه ثانيه ان انا اقول برو 2 تمام بتساوي واعمل ديك، وديك دي اللي هو اللي بيسميناها احنا الكونستراكتور واقول له كده وقايل له برو 1 تمام، معناه كده اخذ نسخه من ايه، خلي ده بقى برو 3 ماشي عشان الله ماتش. يبقى دي برضو اسلوب تاني بس عملته من خلال ايه، من خلال الكونستراكتور. لو جيت طبعت برو 3 في الاخر ايه اللي هيحصل؟ جزء بخمسه، هتلاقي ان برو 3 واخد كابي بالظبط، عمل زيه زي مين؟ زيه زي الكابل. دول ايه؟ new items in the memory. دول الاثنين دول اثنين items في الميموري، اما ده مجرد بس اشاره اسم جديد يعني، لكن ما فيهوش اي حاجه. دول الاثنين بالطريقتين دول بياخدوا ايه؟ مكان جديد في الميموري عادي جدا. تمام؟ ده الكوليكشن والديكشنري. اخر حاجه قلنا كلير بتريموف كل الايتمز، قلنا الكابي خلاص دي بترتن كابي في الديكشنري، ترون كيز دي بترتن ديكشنري يعني بكيز وفاليوز معينه ما قلناهاش دي، جيت شفناها، ايتمز شفناها، كيز شفناها، بوب شفناها، بوب ايتم، في حاجه اسمها ابديت وحاجه اسمها فاليو. فاليو شفناها، ابديت بتعمل تعديل، بس احنا بالنسبه لنا التعديل اللي احنا اخذناه ده اسهل اللي هو بس مجرد بعمل على طول زي الاد وخلصنا خلاص. وفي سيت ديفولت ودي بترجع لك الفاليو لكي انت محدده، ولو الكي مش موجود يعني اف ان الكي داز نوت اكزيست بتنسيرت الكي وتحط القيمه بتاعته. تمام يعني انت مثلا بتقول له السيتي والديفولت بتاعتها جيزه تمام، فانت لو كان موجود خلاص هو بيعمل ايه؟ بيحط قيمه الديفولت، لو كان مش موجود بيحط الجيزه ويحط ايه؟ يحط القيمه ويحط الديفولت. فمين يعني ايه ولا يعني عندي كيسي تو كيسز، انا بقول له ان الكانتري او السيتي بتساوي جيزه سيت ديفولت، لو موجوده خلاص مش هيعمل حاجه خلاص هي موجوده. طب لو مش موجوده بيعملها بتحطها وتحط القيمه بتاعتها جيزه. نعم لو هي موجوده خلاص هيرجع لك القيمه اللي موجوده مثلا جده مش عارف اي حاجه، لكن لو مش موجوده هيرجع لك القيمه الديفولت اللي انت حطيتها. دي ساعات بنستخدمها عشان بس حته لو هيطلع ايرور لو الحاجه مش موجوده يعني. طب دكتور الفروم كيز بالله شوي هاي ايش؟ الفروم كيز الفورم كيز؟ الفروم كيز فروم كيز ثالث واحد كم ده تبيز يعني؟ لا لا الفروم كيز ريتيرن ذا ديكشنري ويز نعم فروم طيب الفروم ممكن ناخد عليها اكزامبل لو احنا عايزين بحيث يعني تبان فكرتها.
وهخلص معاكم لان انا المفروض طبعا اكلمكم على الجزء اللي بعد كده هخليه المره الجايه اللي هو النستد ديكشنري. تمام؟ عشان بس انا الوقت. فتعال نقول مثال هو اسلوب مختصر يعني كده ان انا ممكن اقوم جاي اعمل مثلا ايه اقوم جاي اعمل ايه كيز وبقايل بتساوي بس انا لسه ايه ما حددتش غير الحاجات اللي هي ايه الحاجات اللي احنا اللي اليوزر المفروض هيدخلها مثلا فاهمني يعني مثلا انا عارف ان هو هيدخل مثلا name by ID مثلا والام بنيم تمام department ماشي مثلا وليكن كده انا ايه محدد مجموعه من الكيس ماشي قمت عامل ايه انا مش عارف هو هيدخل ايه مش عارف هو هيدخل ايه بس قلت له الديفولت فاليو قمت ايه مخليها ايه فاضيه مثلا ديفولت فاليو بالنسبه لي ايه فاضي ماشي قمت عامل بقى ايه انا خلاص دول كده بالنسبه لي ما هماش ديكشنري خالص صح ولا ايه يعني مش معايا ده نوعه ايه اللي هو لو جينا طبعا التايب بتاع الكيس فهو في الحقيقه ما هواش ايه ما هواش ديكشنري ده تابل تابل حطيت في الان باي دي والان بنيم والسلام وده سترينج مش حاجه بس يلخبط لسه ما عملناش مين ديكشنري بتاعنا صح فجيت قلت له ايه هعمل بقى ديكشنري قلت له ام يساوي ماشي وهعرفه بالديك اللي هو بنسميه احنا قلنا ايه constructor بس ممكن اقول ديك دوت ويطلع لي منها ديك دوت هيطلع لي منها مجموعه من الفانكشنز اللي هم الكلير والكوبي والفروم كيز والجيت اللي هم بتوعنا تمام اللي هم الحاجات بتاعت الديكشنري بتاعنا فاقول له بقى ايه عايز اجيب فروم كيز يعني عايز ابدا اعرف فروم كيز ماشي قال لي اديني اي اتريبل اتريبل يعني حاجه ايه من الانواع اللي احنا عارفينها اديني لسته اديني تابل اديني ايه تاني اديني اري اديني اي حاجه من الايه من الليست اديني سيركشن اي حاجه من الكولكشنز تمام ودي الاتريبل فانا لو اديته مثلا الكيس اللي انا كنت معرفها طبعا تلاحظوا ان الفاليو الديفولت بتاعها ايه نن يعني ديفولت واخد نل ممكن اخليها اقفل على كده وفي الحاله دي هتلاقيها اتعرفت معانا لو جيت طبعت برنت الام ب 1 5 هتلاقيها بعد كده الام باي دي نن الام ب نيم نن السالري نن اعرفها اعرفها كانها طابل عاديه يعني لو عملنا برنت اسف كانها ديك عادي طيب ام ب 1 طبعا الام اي دي اهو قال لي ان هو ديكت ماشي طيب ممكن اقوم جاي اعمل ايه نفس الكلام بالظبط تقول ام ب 1 فروم كيز وبعت له كيز وبعت لهم تعمل كوما تمام وتبعت له مين الديفولت فاليو ليس فاضيه بس اخلي ده بقى ايه ام ب 2 وبناء عليه بقى هيعمل ايه بقى هيحط والفاضي غير النن طبعا عارفين دي ما دي مكان فاضي اما الثانيه ايه لان طبعا ادي ايه اللي عمل لي سنجل كود سنجل كود فاضي وعمل لي ام ب نيم سنجل كود فاضي والسيرفر سنجل كود فاضي طبعا دول اعتبرهم سترينج بس انا قادر بقى ان انا اغير الايه
اقدر بعد كده اقول له مثلا في انبون خليه في انبون عشان النن تبقى اريح لي، لان دول كده اعتبرهم سترينج، لان الديفولت فالي كلها ايه سترينج، لان دي اصلا لكن دي كانت سترينج، اما دي لسه كله نن، فاقدر اقول له ايه امب اي دي امب 1 صح اوف امب اي دي وقايل له بتساوي وقايل له انبوت صح انت تمام ومعمل نفس الكلام بس الامب نيم وقوله انتر لي نيم لاست وان السالري، وطبعا لو عايز احول السالري فلوت عشان يبقى رقم ونعرف نعمل عليه عمليات حسابيه يعني احول فلوت اقول له انتر امبلي سالري و نبرنت ام 1 لو جينا كده عملنا خمسه زي ما احنا شايفين، قال لي طبعا الام باي دي نن والام بي دي نن والسالري نن، دخل رقم موظف قلت له 1 2 1 ماشي اسمه ايه؟ قلت له اسمه رامي المرتب مثلا قلت له 12000 لاحظوا طبعا اللي قال الام بي اي دي 1 2 1 الام بي نيم رامي سالري وهكذا تمام؟ كده احنا خلصنا الدكشنري العادي، هناخد الليستد ان شاء الله بس عايزينكم تكون المره الجايه اللي دي دلوقتي يعني عشان انا مرتبط بميعاد اخر واشوفكم على خير ان شاء الله يعني. هل في اي اسئله او اي استفسارات او اي شيء؟ شكرا دكتور. شكرا جزاك الله خيرا. شكرا. اشوفكم قريبا ان شاء الله بكره ان شاء الله. ان شاء الله. بكره الساعه كم؟ 9 هو مفيش امكان ان نخليها نفس الموعد النهارده؟ اللي هو يعني قبلها بشويه يعني؟ لان بعد العشاء مش فارق ماشي. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله. نقدمها شويه مش لو بعد الشباب. ما في عندي مشكلة. بعد إذن الشباب. لا 8:30 كويس. 8:30 كويس. تمام. خلينا إن شاء الله 8:30 بإذن الله. السلام عليكم. شكرا دكتور. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.